واحد من الأفلام الكرتونية الحزينة. الواد الصغير اللي اسمه تشاويو عنده 7 سنين لسه أول مرة يشوف جدته، وقال لها ما تحطيش إيدك عليا كده. وكمان هو كبر وترعرع في المدينة وكاره كل شيء موجود حواليه هنا. جدته مش بس من الصم والبكمة، وكمان البيت اللي بتعيش فيه قديم جدا، وعلى الشباك خيوط عنكبوت كتيرة جدا، وفي على الأرض حشرات وقوارض ماشية. بس تشاويو مضطر إنه يعيش هنا علشان أمه كانت مفلسة ومش معاها فلوس وبتدور على شغل، وعلشان كده أمه خلته يعيش مع جدته في البيت. وكمان أمه ما سابتش مع جدته أي فلوس، سابت بس شوية مأكولات وقالت لشياويو اسمع الكلام، ومشيت على طول وسابته. جدته عندها 80 سنة وظهر لها منحنى من شدة التعب والسن، وكانت عاوزة تاخد إيد شياويو لكنه قال لها اوعي إيدك عني كده. عرفت الجدة إن شياويو مش مبسوط واضطرت إنها ترجع إيديها تاني وتمسح بيها على هدومها علشان تعبر لشياويو عن أسفها، ومشيت لوحدها ورجعت البيت. وقت ما كان شياويو بياكل الاكل وقاعد على طاوله الاكل، كان بياكل علبه اللحمه اللي جابها من المدينه. جدته بتديله خضار، على طول مد ايده ورجع لها الارز والخضار اللي هي حطته قدامه. وشياويو مش بيحب يتكلم مع جدته، وكل يوم بيلعب بحذاء التزلج ده، وكمان بيلعب جيمز. الجده عارفه ان شياويو مش بيحبها، وعلشان كده بطلت تضايقه، لكنها ما شالتش عينيها من عليه، وكانت دايما واخده بالها منه. كانت بتتمنى من قلبها ان حفيدها يتكلم معاها. وفي ليله من الليالي كانت الجده بتخيط هدوم والخيط خلص، وطلبت من شياويو انه يساعدها ويلضم ليها الابره. ساعدها شياويو وهو كان متضايق جدا، وحتى انه لضم الابره وخلى الخيط طويل جدا علشان جدته تقدر تخيط وقت طويل وما تزعجوش كل شويه وتعطلوا عن لعب الجيمز. هو بيلعب ومبسوط، اللعبه بتاعته فجاه البطاريه خلصت منها وراح على طول لجدته وطلب منها فلوس علشان يشتري بطاريه جديده. الجده اظهرت له انها مش معاها فلوس، وهو مش مصدقها وراح يدور على فلوس في البيت، وقعد يدور كتير لكنه ما لقاش حاجه، وكان غضبان جدا وشاط الحله بتاعه جدته بالرجل ووقعها على الارض، وكمان اخذ الجزمه بتاعه جدته الوحيده ورماها. الجده المسكينه اضطرت انها تمشي حافيه علشان تروح تملى الميه وتعمل الاكل، واستغل ان جدته نايمه واخذ العصايه اللي بتلف بيها شعرها علشان يروح يشتري بيها بطاريه للعبه. الراجل صاحب المحل قال له ما ينفعش، لازم فلوس، العصايه دي ما تنفعش. ورجع شياويو وهو غضبان وتاه في الطريق، قابل راجل عجوز طيب ورجعه للبيت. ولما رجع البيت الجده ما قالتش حاجه ولا شتمته حتى، وسالته انت عاوز تاكل ايه؟ اخذ المنيو بتاع محلات كنتاكي وقال لجدته انا عاوز اكل من ده. الجده افتكرت انه عاوز ياكل فراخ، وعلى طول اخذت الاعشاب اللي جمعتها من الجبل وخرجت. وهي راجعه قابلت امطار غزيره واعاصير في الطريق، وواجهت الجده صعوبات في الطريق الجبلي ده، ورجعت البيت ومعاها فرخه صحيه، وعلى طول بدأت تعمل الأكل لشياويو. ولما شياويو صحي من النوم علشان ياكل ما لقاش الفراخ المقلية اللي قال لجدته عليها، وعيط لجدته رمى الطبق على الأرض وسابها ونام تحت اللحاف. الجدة لمت الأرز اللي هو موقعه على الأرض وأكلته. وفي اليوم التالي صحي شياويو من النوم وكانت الجدة لسه ما صحيتش، ولما شاف شياويو جدته مش قادرة تقوم عرف إنها مريضة. على طول أخذ البطانية اللي جنبه وغطى بيها جدته، وفي الوقت ده شاف شياويو إنه لما سرق المشبك بتاع الشعر بتاع الجدة اضطرت الجدة انها تستخدم المعلقة علشان تلف بيها شعرها. وقتها حس شياويو بالندم ورجع المشبك لجدته بشويش وهي نايمة. وبعد كام يوم الجدة قامت بالسلامة وشافت الجدة وهي ماشية ان شياويو لابس جزمة مش مريحة، واخدته معاها للسوق علشان يبيعوا الاعشاب اللي جمعتها وبعد كده تشتري له جزمة جديدة. في الوقت ده شاف شياويو بنت اسمها شياومي، على طول رمى السلة بتاعت جدته على الارض وراح علشان يكلم شياومي لكنها ما ردتش عليه. الجده كانت قاعده بره بتبيع الخضار، وعلشان هي ما بتتكلمش ومن الصم والبكمه كان مفيش حد بيشتري منها كتير. ولما شاف شياويو جدته مش قادره تتكلم مع الزباين ما راحش علشان يساعدها. ولما خلصت الجده بيع الخضار اخذت الفلوس واشترت لشياويو جزمه جديده واخدته علشان ياكل المكرونه المقليه، لكنها ما طلبتش لنفسها طبق، كانت قاعده تتفرج عليه وهو بياكل وشربت الميه. ولما شاف شياويو ان جدته صرفت كل الفلوس اللي جمعتها من بيع الخضار عليه كان ندمان وحزين. ولما كانوا راجعين في الطريق شاف المحل اللي عاوز يشتري منه البطاريه بتاعه اللعبه لكنه ما اتكلمش ومشي من غير ما يطلب من جدته حاجه.
وهم كانوا راجعين الجدة سألت شياويو عاوز تاكل ايه. شاور شياويو هناك على الشوكولاتة اللي الطفل الصغير بياكلها، وعلى طول الجدة اخدت الغلاف بتاع الشوكولاتة وراحت بيه على محل صغير كده علشان تشتري لشياويو الشوكولاتة. والجدة مش معاها غير 2 يوان، والست بتاعت المحل اعطتها 4 علب وما كانتش عاوزة تاخد منها الفلوس، اصل هم في الاساس اصدقاء. الجدة شكرتها واعطت لها شوية خضار. وقبل ما الجدة تمشي الست بتاعت المحل قالت لها ان رجليها كانت بتوجعها وعلشان كده ما كانتش بتيجي تشوفها، بس انت جيت تشوفيني قبل ما اموت. والناس العواجيز فعلا بيخافوا من الفراق لانه ممكن يكون فعلا الوداع الاخير. ولما الجدة رجعت اخد شياويو الشوكولاتة من جدته وخلاها تروح تقعد في عربية تانية غير العربية اللي هو قاعد فيها علشان ما يكونش شكله وحش قدام شياومي. والجدة اعطت الكيس من الشباك لشياويو ولكنه رفض ياخد الكيس منها ورماه. العربية بسرعة مشيت، الجدة فضلت لوحدها في المحطة ومعاها الكيس الكبير. ولما نزل شياويو من العربية كان منتظر الجدة وفضل منتظرها كتير، والاخر جت. الجدة ما رضيتش تركب العربية اصلا علشان توفر الفلوس وقررت تاخدها مشي لغاية البيت تاتا تاتا. وسألها شياويو انت اتأخرت كده ليه يا جدتي؟ شاورت الجدة ومسحت على هدومها علشان تعبروا عن اسفها. وهم ماشيين في الطريق الجدة ماشية تاتا تاتا، طلع شياويو اخر حتة شوكولاتة من جيبه وحطها في الكيس بتاع الجدة، وكان على وشه علامات الحنان والعطف. وفي اليوم التالي شياومي قالت لشياويو يجي يلعب معاها في البيت. كان شياويو في غاية السعادة وعلى طول حضر كل اللعب اللي بيحبها علشان يديها لشياومي، وقعد يسرح شعره قدام المراية كتير قبل ما يمشي لكنه مش مقتنع بشكله، وعلى طول قال للجدة احلقي لي شعري بسرعة. لكن الجدة وهي بتحلق له نعمة. وبعد ما صحي كان شكله عامل كده، انا ايه اللي عملته ده؟ انا شكلي كده بقى وحش قوي، انا قلت لك قص شوية بس. ايوه انا قلت لك قص شوية صغيرين بس، وليلى انا هروح اقابل شياومي ازاي بالمنظر ده؟ اضطر شياويو ان يلف شعره بالمنديل وياخد اللعب بتاعته ويروح لبيت شياومي. وهو في الطريق شاف ان في شنطة شكلها مش كويس وقال مش هينفع شياومي تشوفها بالمنظر الوحش ده، وعلى طول حطها في جيب البنطلون. وبعد شوية شياويو رجع البيت ومعاه ارنب لعبة ابيض، ودي اللعبة اللي اهدتها ليه شياومي. وكان شياويو في غاية السعادة، كان بيلعب بالعجل على الطريق الجبلي لكن للأسف وقع والعربية اتكسرت ورجله انجرحت، واضطر شياويو يرجع البيت ومعاه اللعبة بتاعته وهو تعبان جدا وبيعرج. وفجأة ولد اسمه داجوانج نادى عليه من بعيد وقال له البقر المجنون جاي، البقر المجنون جاي. لكن شياويو افتكر انه بيخدعه وما صدقش كلامه، وفعلا البقرة المجنونة جت. وشياويو كانت رجليه مجروحة ومش قادر يجري، وفي اللحظة الحرجة وقف داجوانج قدام البقرة المجنونة علشان يلفت انتباهها. ووقف شياويو قدام داجوانج وهو في غاية الأسف لأنه في الأصل كان وحش معاه. والشيء اللي خلى شياويو يكون في غاية الأسف إنه هو راجع البيت افتكر إنه لسه حاطط في جيبه الشنطة، ولما فتح الشنطة لقى اللعبة بتاعته جواها ومعاها فلوس، والفلوس دي جدته سابتها له علشان يشتري بيها بطارية جديدة. ولما شاف شياويو الفلوس قعد يعيط جامد علشان حس إنه ظلم الجدة. ولما كان ماشي عند الطريق الجبلي شاف الجدة جاية من بعيد، وأول ما شافته على طول مسحت له دموعه وشافت ركبته المجروحة وكانت بتألمه جدا. وأعطت الجدة جواب لشياويو، والجواب ده من أمه وبتقول إنها لقيت شغل مناسب وهترجع علشان تاخده معاها. لكن شياويو ما كانش سعيد بالأخبار دي علشان هو كان قلقان إنه لما يمشي الجدة هتعيش إزاي لوحدها، وعلشان كده قرر شياويو إنه يعلم الجدة القراءة والكتابة على أمل إنها بعد كده تقدر تبعت له جوابات. لكن الجدة مش قادرة تتعلم الكتابة، علشان كده شياويو قال للجدة يا جدتي لو أنت مرضتي ابعتي لي جواب وفيه ورقة فاضية بس، ووقتها هعرف وهرجع لك بسرعة، إيه رأيك؟ وقبل ما يمشي شياويو ساعد الجدة في تركيب الإبرة علشان بعد كده الجدة ما ترهقش نفسها في تركيبها. وفي اليوم التالي أم شياويو جت علشان تاخده معاها ويمشوا. الجدة فضلت واقفة ومش هاين عليها إنه يمشي ويسيبها ونفسها تقدر تتكلم معاه، لكن شياويو مش قادر هو كمان يتكلم وكان مش حابب الفراق. وفي الآخر العربية مشيت. شياويو بص من الشباك اللي في آخر العربية من ورا وحط إيده على صدره ومسح وعبر للجدة عن أسفه لأنه ما كانش لطيف معاها وشقي، وفي نفس الوقت إنه كان نفسه يقدر يحب الجدة. وبعد كده العربية مشيت وبعدت بعيد، ومشيت الجدة لوحدها ورجعت البيت وكان نفسها إن حفيدها يتربى معاها. وأكيد إحنا في حياتنا مش هنقدر نعوض اللحظات اللي زي دي وهنحس بالندم الشديد، علشان كده بتقول لازم إننا نحب أهالينا بدون أي شروط لأن بعد ما يفارقونا هنحس بعدها بألم الفراق، ولازم إننا
ننتهز فرصة وجودهم وسطنا ونهتم بيهم ونحبهم على قد ما نقدر، ويكونوا بالنسبة لينا أهم من أي حاجة في الدنيا. وبنهدي الفيلم ده لكل الجدات اللي في العالم، وبنتمنى ليهم الصحة والعمر الطويل. وبكده يكون فيلم النهاردة انتهى. لو انتوا حابين تسمعوا قصص الأخت تشين اعملوا لي متابعة أو لايك هنا بس.